انا ما تعوضش. دي الجملة اللي لازم بختم بيها مع اي حد يخسرني في حياتي، مش ثقة في نفسي او في حسن صفاتي، لاني اكيد كلي عيوب وممكن بعضها لا يطوق، لكن هي ثقة في صدق واخلاص كل حاجة كنت بقدمها من جوايا فعلا، حتى لو على حساب نفسي. الانسان ممكن يضيع عمره كله يدور على شخص وفي ويبذل كل مجهوده وطاقته عشان بس يشوفه كويس، عشان كده انا ما تعوضش يا جماعه.